بالطبع كلنا يحب الآيس كريم اللذيذ، سواء بالفراولة أو أي طعم آخر أو حتى بالشيكولاتة. وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم بداية حلب الحيوانات حتى يتم استخراج الحليب منها، والذي سيتم وضع عليه بعض المواد حتى يتم تحويله إلى آيس كريم. وبالطبع هناك يتم إضافة النكهات المختلفة، سواء الحليب أو الفانيلا أو الشيكولاتة. لنتابع عملية الطبخ. وبالطبع المكسرات يتم وضعها على الآيس كريم تكون لذيذة للغاية، فتابعوا كيف يتم طحنها ووضعها في أماكن خاصة حتى يتم تحميصها. هذه الآلة التي ترونها أمامكم تقوم بوضع البسكويت، ثم تنزل طبقة من الآيس كريم عليه بهذا الشكل كما ترون. تابعوا الإبداع بهذه الماكينة وكيف تصف الآيس كريم مباشرة على قطعة البسكويت. بعد ذلك توضع قطعة أخرى من البسكويت لعمل ساندويتش الآيس كريم اللذيذ، ثم يدخل إلى الثلاجات ليصبح قاسيا بما فيه الكفاية للتعامل معه وتغليفه جيدا. لنتابع. لنتابع هنا كيف يتم عمل أكواب البوظة اللذيذة، فتابعوا بعد أن يتم وضع الأكواب البلاستيكية كيف يتم تعبئتها بهذا الشكل. وبالطبع بعد ذلك يتم وضع الغطاء عليها، ثم يتم وضعها في الثلاجات حتى تتجمد، وبعد ذلك يتم تغليفها. هنا يتم وضع العودة ثم إنزال الآيس كريم بهذه الطريقة ليقطع، ثم يدخل إلى ثلاجة ليقصو حتى يتمكن بعد ذلك من وضعه وتغميسه بالشيكولاتة. وبالطبع يكون قاسي بما فيه الكفاية للتحكم به، وذلك حتى لا يذوب داخل الشيكولاتة المليئة بالمكسرات. لنتابع بعد أن يتم تجميد الشيكولاتة كيف يصبح شكل قطعة الآيس كريم هذه لذيذا ومغريا حقا. لنتابع عملية التغليف وكيف تتم. هنا وعلى نفس الشاكلة يتم صناعة الآيس كريم، ولكن بطعم الموز كما تشاهدون. وهنا ينزل على هذه الحواف ليتجمد، وبعد ذلك يتم رفعه بواسطة ملاقط خاصة كما تشاهدون، حتى يتم بعد ذلك تغليفه بهذا الشكل.
لنتابع هنا كيف يتم عمل عبوات البلاستيك وتعبئتها بالبوظة اللذيذة. فبعد أن يتم جلب هذه القطع يتم إنزالها بهذا الشكل، وبعد ذلك تعبأ بهذه الطريقة، ومن ثم تؤخذ إلى عملية التجميد وتوضع الأغطية عليها، وبهذا تصبح منتجا تجاريا. أما هنا لصناعة الآيس كريم المخروط، يمكنكم أن تتابعوا. بداية يتم وضع الكرتون، ثم يتم وضع قطعة البسكويت وترش بالشوكولاتة، ثم يتم وضع البوظة البيضاء عليها، وبعد ذلك يتم إنزال المكسرات، ثم تغلق وتذهب لتتجمد، وبعد ذلك يتم تعبئتها لتصبح منتجا تجاريا. هنا يتم تعبئة هذا النوع من البوظة ولكن داخل كراتين. يمكنكم أن تشاهدوا كيف تعبأ هذه الكراتين، ثم تغلق وتوضع لتتجمد. يبدو أنها نوع من أنواع القشطة. أما هنا لنتابع كيف يتم صناعة الآيس كريم العادي، حيث يتم إنزال المواد سواء الحليب أو الكاكاو أو حتى الفراولة، ثم توضع العودة بداخله، وبعد ذلك يتم رفعه بهذا الشكل حتى يدخل إلى الشوكولاتة ويغمس بداخلها، ومن ثم إلى عملية التغليف. لنتابع معا عديد الأطعم التي يتم صناعتها.